بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، والطقس هيكون حر نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كمان في نشاط للرياح في بعض المناطق، وكمان في فرص لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء، وفي فرص لأمطار خفيفة كمان على الوجه البحري والقاهرة الكبرى. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. دكتورة منار، صباح الخير على حضرتك استاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. اهلا بك يا فندم. اهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة ومدى تأثير العاصفة دانيال علينا لليوم الثاني او الثالث على التوالي. يمكن الحمد لله اليوم المنخفض الجو هيبدا يتلاشى تماما ويتجه باتجاه المناطق الشرقيه في جمهوريه مصر العربيه، فهنبدا نشعر في بعض المناطق بتحسن واستقرار في الاحوال الجويه، لكن لسه معانا فرص لسقوط الامطار في بعض الاماكن، لكن كلها فرص امطار ما بين الخفيفه الخفيفه المتوسطه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. الامطار هتكون امطار ما بين الخفيفه قد تكون متوسطه في بعض الاماكن من السواحل الشماليه المحافظات المطله على البحر المتوسط، ممكن الامطار تمتد خفيفه لبعض المناطق من محافظات الوجه البحري، خليج السويس، مدن القناه، بعض المناطق من وسط سيناء، وقد تصل فرص ضعيفه جدا لامطار خفيفه المناطق من القاهره الكبرى، لكن مجمل الامطار في كافه المحافظات غير مؤثر تماما على اي اعمال انشطه يوميه، بالاضافه كمان يمكن في نشاط للرياح سرعته ما بين 30 35 كيلومتر على الساعه، هيؤدي لمزيد من الاحساس بتحسن في الاحوال الجويه ويخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل، لان الاتربه والرمال المثاره اللي كانت معانا امس زالت تماما من كافه انحاء الجمهوريه، والرياح معظمها رياح شماليه قادمه من على البحر المتوسط، فده هيؤدي لاستمرار انخفاض درجات الحراره في معظم انحاء الجمهوريه. يعني نقدر نطمن النهارده مرضى الحساسيه والجيوب الانفيه مفيش اتربه ورمال مثاره؟ الحمد لله مفيش اي اتربه ورمال مثاره في اي منطقه من مناطق الجمهوريه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، حتى كمان درجات الحراره بدات تعود للمعدلات الطبيعيه لها في هذا الوقت من العام. متوقعين العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تسجل ما بين 32 33 درجة مئوية، وده يعتبر حول المعدلات الطبيعية، فبالتالي الطقس النهاردة كمان هيكون طقس حر على بعض المناطق من محافظات الوجه البحري، القاهرة الكبرى، السواحل الشمالية، تسديد الحرارة على بعض المناطق الموجودة في شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار. كمان فترات الليل مع غياب أشعة الشمس هيحصل طبعا انخفاض في درجات الحرارة، هنحس بيه اكتر في ساعات الليل متاخر فتره الصباح الباكر، لكن ناكد كمان ان هيكون في تحسن كبير في درجات الحراره فتره الليل، اجواء نقدر نقول عليها يعني صيفيه معتدله تماما في معظم انحاء الجمهوريه، فنقدر نطمن بشكل كبير في معظم محافظات الجمهوريه، لان كمان زي ما قلنا في الاول فرص الامطار اللي موجوده معانا غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه، ويمكن تبقى في المنطقه الشرقيه اكتر، يعني في السواحل الشماليه الشرقيه زي رفح والعريش، المناطق الموجوده في شرق جمهوريه مصر العربيه ووسط سيناء، ومع غدا الخميس ان شاء الله تبدا تتلاشى فرص سقوط الامطار من على كافه مناطق الجمهوريه، يكون يعني في تحسن كامل في الاحوال الجويه واستقرار في الاحوال الجويه، ودرجات الحراره كمان هتستمر معانا حول المعدلات يمكن لمنتصف الاسبوع القادم باذن الله. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، ونبداها بالقاهره العظمى فيها 33 والصغرى 24، العاصمه الاداريه 33 24، اسكندريه 30 24، العلمين الجديده 30 24، مطروح 28 30، دمياط 32 25، بورسعيد 31 25، الاسماعيليه 34 26، السويس العظمى فيها 34 والصغرى 25، العريش 32 25، كاترين 31 14، وطابة 36 25، حلايب 34 28، وشلاتين 36 29، شرم الشيخ 37 30، الغردقة 37 29.
الفيوم العظمى فيها 34 والصغرى 24، بني سويف 34 24، الوادي الجديد 38 27، اسيوط 35 24، سوهاج 36 25، قنا 37 26، الاقصر 37 27، واخيرا اسوان العظمى فيها 38 والصغرى 29. دي كانت درجات الحراره المتوقعه النهارده، ودي كمان تعليمات هيئه الارصاد الجويه. ومره ثانيه نرجع لاحمد وجمانه نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا ليك يا لميا، وشكرا موصول للدكتوره منار غانم.